معاناة كبيرة جدا. يعني الماء هو أساس الحياة هنا، يعني كل حاجة بيعتمد على الماء. أحيانا كنا نبات بدون ماء، بيتنا بدون ماء، يعني زي ما بقول اللي جاء دوره عبى، اللي ما إجا خلص. الوضع الطبيعي الشخص الواحد يحتاج الى 2-3 لتر مياه شرب فقط، هذا مياه للشرب. احنا حاليا بنوفر اقل من جالون بسبب عدم توفر المياه وعدم توفر المخزون. تستخدم مياه للشرب، للطبخ، للغسيل، لكل شيء. وعدم وفرة المياه الصالحة للشرب أو مياه الاستحمام، هناك أمراض تتعلق بالنزلات المعوية، هناك أمراض تتعلق بالطفح الجلدي، أيضا هناك فيروس الإنفلونزا منتشر بشكل كبير.